كبيره جدا. الوفد عنده هذه الفرصه، المعروف ان الوفد وسط، فدي نقطه رئيسيه هنخلي الثقه المجتمعات الدوليه تتعامل مع مصر مره ثانيه. وكلمه التعامل دي مش موضوع تحل سفاره وتحل سفاره، ده انا عايز الاستثمار. ما ينفعش ان انا عندي سفاره، انا يعني احد اصدقائي كان سفير مش عارف دوله في امريكا اللاتينيه، عدد المصريين هو، وهو كان بطل الدوري الوطني في البريك في هذه الدوله، ما عندوش حاجه يعملها. افتح سفاره هناك ايه؟ افتح سفاره تعمل ايه؟ فعندنا عبث في موضوع يعني اداره المستوى الدولي والمستوى الاقليمي. الدور الرياضي لمصر في الشؤون الخارجيه لازم يعود. قصه ان احنا مصر والدنيا والكلام ده خلاص ما بينفعش. مصالح تصالح. نشوف المصالح بتاعتها مربوطه مع مين ونتكلم. يقعد يقولوا ايه اصل احنا عايزين نفتح اسواق جديده ومش عارف ايه. اسواق جديده في ايه؟ انت اكتر شريك فيك هو اوروبا. التانيين هياخدوا منك ايه؟ اصل احنا عايزين نعمل كويز علشان مش عارف انت مش هتعرف تخش امريكا من غير حاجه بالمنظر ده. هو الصين تمحوك نهائي، الرئيس المصري ده بره يعني حاجه كبيره مفيش حاجه موجوده. فاعداد الدور الريادي لمصر في الشؤون الخارجيه بيعود في الاخر زي ما انا بقول على زياده الاستثمار، على فتح فرص عمل، على التعليم كفاءات مصريه في الخارج، وتعود الينا بالتجارب الخارجيه. الملفات المحليه ده الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه مهندس هشام، ان كل محافظه لازم يكون ليها برنامج محلي. يعني نامل ان حضراتكم يعني تبتدوا تنظموا مجموعه من محافظه بورسعيد يبتدوا يعملوا على تحديد القضايا، كلهم حدد القضايا الرئيسيه قوي. لما نيجي نقول والله يا جماعه محافظه بورسعيد عندها سبع قضايا، احنا شايفين في سنتين ممكن نركز على واحد اثنين ثلاثه. نبتدي يعني مفيش حاجه بتيجي مره واحده، لكن نبتدي نشتغل مع بعض، نبتدي نعمل منظومه تتعاون مع بعض، نبتدي ننطق في بعض. لحد هذه اللحظه ما حدش عارف خبرات الناحيه الثانيه ايه. انا متهيألي ان انتوا حضراتكم لما يعني كان دكتور جاسم مش هنا، بس اكيد شفت دكتور جاسم عمل ازاي. دكتور جاسم محترم معهوش قرنيه برضه، لكن تفتكروا ان هو بيتكلم اقل من اي واحد وقف. الكفاءات دي عايزينها تخش، وهتخش لما يلاقوا في منظومه بتعمل بشكل ايجابي. لو المنظومه هنقعد نتخانق على الفيسبوك زي ما بيحصل، لما هنعمل ايه؟ مش هنجيب الكفاءات. خلينا نتكلم على حاجات ايجابيه. حزب الوفد عنده مبادره للتعليم يزق فيها. احنا هنطلع بمبادره ثانيه مع دكتور جمال ان احنا نعمل مبادره اقليميه ان احنا نعمل صناعه المواد الاوليه للمدويه. كل ما نقدر اي حد من حضراتكم عنده فكره مبادره يا ريت نطلع بيها كلنا مع بعض. نشتغل كلنا مع بعض. شركاء الحكومه، لجان النوعيه، لجان المركزيه، لجان الشباب والمرأه. يعني انا مساعد رئيس الحزب في اللجان النوعيه، لاداره اللجان النوعيه او لتنسيق اللجان النوعيه. احنا في هذه المرحله بنحاول يعني نفعل اللجان النوعيه. كنا لسه قاعد مع فؤاد بيه. احنا في اللجنه الاقتصاديه بس عشان ما عملولناش اجتماع بقالنا سنه. بس السيارة ما نزلنا. انا هاجي لحضرتك. قلت له انا عايز كل عضو لجنه نوعيه ده مشروع وزير. ما ينفعش حد يجي يقدم في لجنه نوعيه غير في الاخر جامعه. انا عايز واحد يخش يقول انا القانون الفلاني في الماده الفلانيه انا عايز اغيره. احنا الاهداف بتاعت اللجان النوعيه في هذه المرحله واحد ان احنا تشتغل على برنامج الحزب بقى تفاصيل التفاصيل. اثنين انها هتحضر الاجنده التشريعيه اللي هنخش بيها البرلمان. النواب بتوعنا وهم داخلين البرلمان القادم هيبقى معاهم مجموعه من القوانين لازم تتعدل. مين هيعمل الكلام ده؟ اللجان النوعيه مع الحكومه مع اللجان المركزيه مع لجان الشباب والمرأه. عايزين نشتغل منظومه واحده. عندنا مشاكل كتير قوي. بس خلاص مش عايزين نتكلم عنها. عايزين نشوف الحاجه الايجابيه ونركز فيها ونبني عليه. قانون نشتغل عليه. زي ما احنا بنتكلم انا عارف يعني في اللائحه التنفيذيه، نتكلم اللائحه التنفيذيه ازاي نتحرك فيها. محتاجين وفد من بورسعيد نروح مع حكومه الوفد نروح لمنير فخري نرتب هذا اللقاء ونروح ونطلع. نجيب منير فخري وزير منير فخري هنا نتكلم معاه. نتكلم في امور تفتح فرص عمل. ده الوقت اللي نفتح فيه فرص عمل. مش الوقت اللي احنا نقعد نتخانق.
مش وقت ان انا اشاور على المهندس احمد سجين، انت نسيت كلمه مش عارف ايه في البرنامج بتاعك. طب ليه ما حطيتش برنامج الحاجات الكويسه نضيف عليها؟ محافظه اسكندريه عندها محاوله نبني عليها ونشوف ازاي نقدر نستفيد منها وننقل التجربه. يعني انا رحت مرسى مطروح اقابل الوفدين في مرسى مطروح، عدد الوفدين صفر، مفيش، المقر مقفول والمعاه المفتاح يعني الجحا، انتوا عارفين يعني المعاه المفتاح يعني على الشغل هو بس الفكره وكل اللجنه لم يظهر. كلمت قلت له انا دلوقتي موجود في المحافظه وعايز اقابلك، هو الساعه 5 هكون عندك، ما اعرفش 5 كانت ثاني يوم من حياتي حتى هذه اللحظه. ده المستوى اللي هنقدر نقول فيه للناس احنا عايزينه يدير الدوله، عايزين نبقى الحزب اللي حزب يدير الدوله، لازم يبقى عندنا هذه الامكانيات، لازم عندنا هذه الكفاءات. فمن غير ما هنقدر نقول حكومه الوفد هتعمل، لا لا لا، احنا كلنا مع بعض هنعمل. دي منظومه نشتغل فيها سوا، سواء على المستوى المحلي، سواء على المستوى الوطني، نشتغل سوا. نخلي مشاكلنا دلوقتي ونخلي خلافاتنا مين حبني ومين كرهني ومين مش عارف ايه، ونشتغل على الحاجات اللي ايه نقدر ننجز فيها، نقدر نطلع فيها. الغربيه 10 فصول من شخص واحد. بورسعيد تقدر تفتح كام؟ اسكندريه هتفتح، الشرقيه هتفتح. تخيلوا انتوا بقى 27 محافظه، كل محافظه تفتح 10 فصول لمحافظتين. شكل الوفد هيبقى عامل ازاي؟ الناس هتتكلم على ايه؟ هتتكلموا على اصل مين وقف في الشارع وصوت وقال امشي ولا هيقولوا الوفد بيعمل حاجه ايجابيه للناس؟ عايزين نخلي صوره الوفد ايجابيه وننسي الناس المشاكل والكلام الفارغ اللي بيحصل. شكرا لحسن استماعكم، اسف لو كنت اطلت عليكم، يعني تحت امركم لو تحبوا.